بتشوف غزة من هون. خلف هاي الأسوار موجود أكثر من 2 مليون إنسان محاصرين في سجن مفتوح. وهذا الشاطئ في منطقة قريبة من الحدود في مصر كمان بتشوف غزة منه 10 كيلو، ولكن غزة محاصرة كمان من البحر من الكيان المحتل. باتريا او موير of your dehumanization of Arabs. What do you have to say for yourself? End this, you liar. الطريق إلى غزة. وصلت القاهرة في اليوم العاشر من بدء العدوان على غزة، ومن مطار القاهرة انطلقنا مباشرة باتجاه معبر رفح، وإن كل أنظار العالم تترقب دخول بعض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إحنا في شمال سيناء، تقريبا ساعة من مدينة اسمها العريش، ومنها 35 كيلو فقط للحدود. مطاعم هون كلها مكتوب فلسطين. طبعا مرينا من كثير نقاط تفتيش هون، أكثر من 4-5 نقاط تفتيش. هي أكثر منطقة فيها نقاط تفتيش بالعالم. إلى قطاع غزة اللي قطعت إسرائيل عنه الكهرباء والمي والغاز والغذاء والوقود والدواء. إن خشمال، إن مازون، إن مايم، إن دلك. ألقت عليه وما زالت بتلقي آلاف الأطنان من مختلف أنواع المتفجرات، ما يعادل القنبلة النووية اللي ألقيت على هيروشيما ضعفين. فأبادت الحجر والشجر والإنسان، فقتلت وجرحت آلاف من النساء والأطفال في مشهد همجي قل نظيره في التاريخ، وبغطاء من دول تدعي الحضارة وبتتغنى بحقوق الإنسان ليتبين أنه المقصود بالإنسان في قاموسهم حيوانات على هيئة إنسان تستحق الإبادة وما تستحق الحياة. Stop the war crimes. 7 years of occupation. Behind these walls, we have 2 million people. مش مستعدين نطلع منها وتصير نكبة تانية، بكفي النكبة الأولى. We still alive till now. حتى نوصل إلى معبر رفح كان لابد إلنا من اجتياز كامل لشبه جزيرة سيناء. ووقفنا عند عشرات النقاط الأمنية للتفتيش. معبر أيو معبر؟ وصلنا. تخيل 2 مليون محجوزين جوا هون، 2 مليون تحت القصف. أول مرة أشوف أسوار عالية زي هيك. شو المكان الغريب هذا؟ معبر رفح المصري، الجانب الثاني المعبر الفلسطيني. فيش بيننا وبين معبر فلسطين 300 متر بالضبط. 300 متر بالضبط، بنكون في قطع غزة. طيب هسه بتقدر تعبر لو بدك تعبر؟ لا، فيش إمكانية خالص، المعبر مسكر بقاله من أول الحرب وهو مسكر. من هاي الجهة ولا من الجهة هنا؟ من الجهة اللي هان وهان، من الجهتين. أنا متحكمة في إسرائيل. متحكمة بي إسرائيل، ضربوا قذائف كل ما يقولوا الساعة 9 بده يفتح المعبر بعدين بسكروه. They are just bombing that area to scare us as aid workers, to tell us that if you cross that and try to deliver aid, we'll bomb you as well. This is murder. This is murder. This is genocide. This is ethnic cleansing. Wiping out an entire nation, it's a textbook genocide. شايفين هاي الخيم؟ شايفين احنا وين راح ننام الليلة هون؟ وهذا السور خلفك هيك. تخيلوا احنا عندنا كهرباء، عندنا مي، عندنا كل شيء الحمد لله. بس خطوتين من هون لا كهرباء لا مي ولا أكل، وضربات من الجو. إشي ما بتقدر تتخيله، يعني مش قادر أتخيل. يا رب يا الله مجزر فيهم. فلسطين 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 فلسطين. طول الليل زي هيك، صوت طيران، صوت قصف، فجروا المستشفيات والمدارس كله، ما خلوا إشي. 14 يوم حصار بر جو بحر. أول مستلزمات طبية بتدخل، لا مش راضين يدخلوا، في أكثر من 150 شاحنة مش راضين يدخلوها، فقط شاحنتين راح يدخلوا. قصفوا المعبر، هسه قصفوه قدامنا، قصفوه تحذير عشان ما تدخل الشاحنتين. سكر البوابات وفش فتح على المعبرتين. تعرف اللي معي؟ ليه؟ تعرف اللي معي بعد اسمك. الساعة 3 الفجر
وهيك كل ساعة بوم تسمع الصوت والأرض تهتز لهون وإحنا برا. يا الله يا الله. يزول الألم سوف نحيا. Jordan Israel to Europe. سوف يحيا. كان قطاع غزة خاضع للحكم العثماني عام 1917 وين احتلوا الإنجليز بعد هزيمة الدولة العثمانية. After Lord Allenby conquered the Holy Land in 1917, the Jews were promised a national home in Palestine by Britain's Earl of Balfour. وبقي تحت الانتداب البريطاني لعام 1948 وين رحل الإنجليز عنه. وتحولت العصابات الصهيونية إلى ما يسمى دولة إسرائيل. بعد أن ارتكبت هاي العصابات المجازر ضد الشعب الفلسطيني في المدن والقرى الفلسطينية وتم تهجير حوالي 300 ألف فلسطيني نزحوا إلى قطاع غزة، فتولت مصر إدارته 1949. احتلت إسرائيل عام 1967 مع كل من سيناء والضفة الغربية والجولان. انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى ضد الاحتلال الصهيوني منه عام 1987 وتأسست حركة حماس في بنفس العام، حركة المقاومة الإسلامية، وانسحبت إسرائيل جزئيا من القطاع 1993. ضمن اتفاقيات أوسلو سلمت بعض المراكز للسلطة الفلسطينية بما فيهم معبر رفح، واضطرت الانسحاب نهائيا إسرائيل من كامل القطاع غزة وتفكيك المستوطنات 2005 تحت ضغط المقاومة. 2006 أفرزت الانتخابات الفلسطينية التي أجريت لأول مرة عن فوز كبير لحماس اللي أدى لوقوع مواجهات بين فصيل السلطة الأساسي فتح وبين حماس. عام 2007 أسفرت مواجهات عن طرد السلطة من غزة وسيطرت حماس على كامل القطاع، ومن هذاك اليوم قامت إسرائيل بفرض حصار شامل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا. وهاجمت إسرائيل القطاع أكثر من 5 مرات، 2008، 2009، 2012، 2014، 2018، 2019، 2021، وقتلت وجرحت عشرات الآلاف من المدنيين النساء والأطفال تحت حجج واهية، وشددت الحصار على أهل غزة وتفننت في تعذيب الشعب في قطاع غزة بكل الوسائل اللا إنسانية. Why do we deserve this? What did we do to this? I'm just a kid. وقامت السلطات المصرية بجدولة الحركة على معبر رفح الجانب المصري ذهابا وإيابا للعبور للأراضي المصرية أو القدوم منها في مواعيد متغيرة حسب الظروف. وظل العالم كله والأمم المتحدة والدول العربية بتناشد وتدعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة وتنفيذ حل الدولتين المعترف بها دوليا، وتحذر من عواقب الاستمرار في المسار اللي انتهجته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واللي كان أكثر تطرفا وعنفا في ظل الحكومة الحالية، إلى أن كان يوم 7 أكتوبر 2023. بحر ومن هان معبر مصر مسكر، وغير هيك بحيطنا سياج حدودي اللي هو بيقولوا عنه جدار الفصل. هذا هو قطاع غزة موجود هون، مساحته 365 كيلومتر مربع وطوله 41 كيلو، يسكنه أكثر من 2 مليون نسمة، منتصف أعمارهم دون ال 14 سنة أطفال. أهم مدن قطاع غزة مدينة غزة، خان يونس، دير البلح ومدينة رفح، وبتوزع في قطاع غزة 8 مخيمات للاجئين الفلسطينيين اللي هاجروا من عام 1948 يوم النكبة، واللي بشكلوا معظم سكان قطاع غزة. وهم مخيماتها مخيم الجباليا والشاطئ والنصيرات. غير الكهرباء، غير الكاميرات، غير القبة الحديدية اللي عليه، غير القناصات اللي واقفة على الأبراج عليه. هذه أختي. هي كان عندها عرس؟ هي كان عندها عرس. متى؟ عرسها كان ب 19/10 وعريسها عالق بالقاهرة. يعني العروس جوا؟ العروس جوا الميلاد، ما قدرت تطلع بسبب تسكير المعبر وما فتح المعبر. اليوم اللي بعده اجتمع الناس عشان السكرتير العام للأمم المتحدة جاي يلقي كلمة بيحاول يدخل بعض الشاحنات. 70 years of war crimes. Behind these walls we have 2 million people that is suffering enormously. No water, no food,
no medicine, no fuel. What has the UN done? 70 years of occupation! Not supporting the genocide of every country! You should be so ashamed of yourself. You are a liar, you have blood on your hands, and you should be so ashamed of yourself. And now we are watching an occupation, and we are watching the result of your silence, of your misrepresentation of Arabs, of your dehumanization of Arabs. What do you have to say for yourself? هو نفسه اللي حكى بعد ما شاف الوضع انه ما صار الهجوم هاد من فراغ. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence. In Deir Yassin, 1948, Jewish extremists massacred nearly 200 Arab villagers, including children. Their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. It is called a Nakba, catastrophe, in Arabic. وقريب من معبر رفح في مدينة اسمها الشيخ زويد، بحرها منه بتشوف عماير غزة الصامدة. بس كم من خطوة هون، 20 كيلو هون غزة، حتى تقدر تشوف العماير من هون. غزة هذا مش بس هاي السنة، هذا على مدار سنين طويلة هم محاصرين. تخيلوا إنه ما بيقدروا يعدوا البحر هاد أكثر من 3 كيلو. انهيار منظومة صحية كاملة هناك، ومع وجود مئات الشاحنات بالخارج تنتظر من أسابيع، والمنظومة الصحية تدمرت في غزة، إلى أنه الكيان الصهيوني سمح فقط بعشرين شاحنة تدخل باليوم، وممنوع فيها الغاز أو الديزل اللي المستشفيات في أشد الحاجة لإله. إحنا في اللحظة هاي وإحنا قاعدين مسجل، أنا كل شوي نسمع صوت الضرب الآن على غزة، القصف على غزة الآن، وإحنا قاعدين نحكي كل شوي بسمع صوت الضرب. على الأقل غزة لو دخلت 100 شاحنة في اليوم راح يكفي. واحد قدمه مبتورة وإيده مبتورة، بنعطيه بس نحاول نوصل له كاس للجثث يحط فيها أمه وأبوه وأخته. وقررنا نشوف الفلسطينيين العالقين بالجانب المصري. عاصمة سيناء العريش، معظمهم موجود في مدينة العريش 35 كيلو من المعبر. هاي أول مدينة تقطعها وانت جاي من القطاع، راح تلاقي انه هون كثير لهجتهم مختلفة عن المصريين في القاهرة وفي مصر كلها. لهجتهم هيك قريبة من الأردن وفلسطين. احنا عامة احنا بدو سيناء، قضية تسري في دماء السيناويين، حتى المطبخ السيناوي يشترك مع المطبخ الفلسطيني، فنحن نتقاصم مع بعض المقلوبة كذلك المسخن، ودخلت ثقافة تناول الزعتر وكمان زيت الزيتون. ما يوصل ريحة. هاي القهوة من غزة. شعب سينا وشعب مصر كله بيدعم أهل غزة. نورت العريش. نورت العريش. نورت العريش. شوف يا إخوان هسا في عائلة عالقة هون. وين ساكنين في غزة؟ أنا ساكن في خان يونس. وهسا حاليا جوا أهلك؟ طبعا اهلي واولادي جوا واحفادي و... ان شاء الله يكونوا بخير. بس الحمد لله، يعني امبارح اليوم ضربوا جيراننا، ما فيش بيننا وبينهم 50 متر من ضرب رشوان. اذا كان بيضربوا الكنايس وبيضربوا الجوامع وبيضربوا الافران، حتى الواحد بيروح ياخذ رغيفين خبز بيضربوا المخابز. وين في مكان امن عشان نروح له؟ فتأجرنا الشقه وهنا قاعدين هنا في العريش. وين في غزه؟ طيب انا سكان الزيتون في نص غزه، وسط غزه، وتأثرت كمان هاي؟ كلها انمسحت. يعني ما بتقدر، ما في أي دولة مثلا بتستقبلك في العالم؟ لا، تنسيق بس لمصر، ممنوع تقولك برا مصر. طب الأوكرانيين كيف لما صارت معهم حرب قدروا يروحوا عندهم كل دول؟ الأجانب مفتوحة كل الدول لهم، أما الفلسطينيين المحاصرين، يعني غزة كلها قديش، كلها 40 كيلو طول بعرض. مين لكم هناك هسه حاليا الوقت الحالي؟ أهلنا بقى. أهلنا كلها. أولادي ولوكات. طيب تطمنوا عليهم؟ كل يوم. وأنا كله من هناك. بالنسبة للفلسطيني لما بيجي العريش بيحس نفسه في غزة. هو الفلسطيني يعني راحته النفسية يا في غزة يا ما في العريش. الأخوال والقرايب ونسبة القرابة، وفيش بيننا جدار، يعني أغلبية الناس اللي هنا واللي هناك واحد فلسطينية. يعني بدنا نروح جوا، سكرت هناك ضربات. طب ما في هناك قصف، يعني كيف تدخلوا؟ مش مشكلة، لسه احنا بنكون معهم، نموت مع بعض ولا نضلنا في الحرب النفسية اللي احنا فيها. لا احنا عارفين عايشين ولا ميتين ولا اكلوا ولا شربوا ولا اشي بنعرف عنه. جماعة رحمة. يعني انا بستنى يفتح المعبر عشان اروح واشوف اولادي واحفادي
ولا بدك تطلعهم؟ لا اطلعهم وين؟ وين يروح؟ وين نروح اصلا؟ يعني بقول لك لو ساعة يفتح بروع غزة دغري، تطلعش من غزة الناس. يعني انا اسيب بيتي واجي اقعد في خيمة ولا اضل في بيتي؟ لا بموت في بيتي ولا اقعد في خيمة. خطوة تهجير. احنا لا يوجد بديل كفلسطيني، لا يوجد بديل الا ان نقاوم الاحتلال. يعني بقدرش يخلص على غزة غير يمسح غزة كلها. Their patience. Collective punishment means the people of Gaza now are punished. But you know that there are a lot of refugees, a lot of innocent civilians, men, women, and children in that refugee camp as well, right? My name is Mortaz. This is Bissam. ومعكم عبود. عايش أنا أطفال غزة بخير والقدس بدل علينا وغزة انتصرت. بإذن الله. إلى